المرأة المعتدة على الزوج، هل يجوز لها أن تستخدم الصابون ذو الرائحة والحناء والزعفران على القهوة؟ المرأة المحدة تجتنب الزينة وتجتنب الطيب والمطيب اللي فيه رائحة الطيب من أكل أو شرب، تتجنبه وتلبس اللباس الذي ليس فيه زينة وتتنظف بالمواد التي ليس فيها طيب مثل الشامبوات والصابون الذي ليس فيه طيب، لا بأس باستعماله. أما المطيب لا، والزعفران لا، لأنه نوع من الطيب. نعم. والحنة كذلك لا تستعمله لأنه زينة. نعم.